احكي لنا بقى. عايزين يغيروني بس السينما دول. عايزين ابقى شخص تاني. عايزين ابقى بلاستيك. عايزين ابقى باربي. بذمتك دي من خير باربي؟ بس ما تفهمنيش غلط، انا بحب السينما جدا. بحبها يعني، مش متخيله ان انا ممكن اعمل اي حاجه تانية. بروح السينما لوحدي من وانا عندي 6 سنين. بحبها. النهارده اخر يوم تصوير الفيلم اللي احنا بقالنا 6 شهور شغالين عليه. طبعا كله متوقع بقى امينه هتروح كامينه الفنانه والشعر والمكياج والرموش. مش حاسه ان انا عايزه اعمل كده. فانا بقى ناويه لهم على مفاجاه. عندي فكره. هعملها؟ هعملها؟ هيحصل ايه يعني؟ هعملها. هعملها. افتح بدرة سبرايت. أنا كده.